الأهرامات. تعد الأهرامات من عجائب الدنيا، وإلى اليوم ما زالت تحافظ على سرها الدفين بين حجارتها الضخمة التي شكلت تلك الصروح العملاقة. لكن إلى الآن ما تزال الألغاز تدور حول السؤال عن كيفية بناء هذه الصروح العظيمة. كثرت التحليلات والإجابات المختلفة عن سبب إنشائها وكيفية بنائها، إلا أن معظم هذه التفسيرات لم يكن من المنطق المعقول الذي يفسر سبب بنائها بهذا الحجم الهائل. من بين هذه التفسيرات التي ما تزال تدرس إلى اليوم في مدارسنا أن سبب بناء هذه الأهرامات ما هو سوى مقابر لملوك الفراعنة الذين أرادوا بهذه الأهرامات الحفاظ على أجسادهم للعيش مرة أخرى بنفس هذه الأجساد بحسب معتقداتهم. لكن هل يعقل أن يكون هذا الصرح بهذا الحجم الهائل وهذه الدقة في البناء لمجرد مقبرة لملك واحد؟ إن هذا التفسير هو الأكثر شهرة والمتداول بكثرة بين البسطاء، إلا أنه لا يمت للمنطق بأي صلة. فلو فرضنا جدلاً أن أحد الملوك قرر بناء هرم واحد كهرم خفرع ليدفن فيه، فكم من عام سينتظر حتى يتم بناء هرمه الخاص؟ ولما لم يستمر باقي الملوك ببناء الأهرامات للحفاظ على أجسادهم؟ بعض الفرضيات الأخرى تقول إن بناء هذه الأهرامات كان عملاً سهلاً على سكان مصر في قديم الزمان، لأن أحجامهم كانت كبيرة أضعاف حجم الإنسان اليوم، فمكنتهم أجسادهم الضخمة من حمل هذه الأحجار الضخمة ورصها لتشكل أخيراً شكل الهرم. إلا أن هذه الفرضية زالت على الفور بعد اكتشاف مومياءات الفراعنة القدماء التي أثبت اكتشافها أن أطوال الفراعنة لم تكن مثل ما ذكرت الفرضية، إنما كانت أشبه بأطوال الإنسان الحديث. ومن بين الفرضيات الأخرى أيضاً تقول هذه الفرضية إن الفراعنة كانوا على اتصال مع عالم سكان الفضاء، وأن الفضائيين هم من قاموا ببناء هذه الأهرامات بواسطة معداتهم عالية التقنية وحضارتهم المتطورة. وقد استعان رواد هذه الفرضية بالنقوش المرسومة على جدران الهرم لإثبات صحة هذه الفرضية. تلك النقوش التي تصور أشكالاً لطائرات وصحون فضائية، وأيضاً تمثل نقوشاً تصور رواد الفضاء بلباسهم المعروف اليوم. فكيف عرف المصريون القدماء بشكل الطائرة والصحون الفضائية؟ وإلى يومنا هذا ما وجد تفسير علمي يوضح معنى هذه النقوش ودلالاتها. وعلى مدار 200 عام منذ بداية عصر التنقيب في مصر كثرت الفرضيات والأبحاث في محاولة معرفة الأسباب التي جعلت المصريين القدماء يبنون هذه الصروح العظيمة، وما الفائدة التي قدمتها لهم هذه الصروح آنذاك؟ إلا أن المصريين القدماء لم يتركوا أي أثر لهم عن كيفية بناء هذه الأهرامات وعن سبب قيامها سوى بعض النقوش والرموز التي زادت من تعقيد حل هذا اللغز، حتى اكتشف الباحثون أن فلاسفة الإغريق قد زاروا مصر قبل أكثر من 4000 عام ورأوا الأهرامات وأطلقوا عليها في كتبهم اسم بيراميس، والتي تعني غرف النار. فكانت هذه التسمية بداية خيط لبعض العلماء في البحث عن سبب بناء الأهرامات. يقول الباحث مارك لينر في كتاب الأهرامات الكاملة إنه من السخافة أن نعتقد أن الأهرامات كانت مقابر، فتصميمها وضيق الممرات بها لا يتناسب مع كونها مقبرة ملكية. فإن كانت فعلا مقابر فلماذا لا تحمل أي من النقوش الجنائزية كاسم الملك مقارنة بوادي الملوك وهي المقبرة الأشهر في مصر التي نجد فيها ممرا مليئا بالنقوش والرسومات واسم الملك رمسيس السادس، وهو ما يؤكد على أنها مقبرة. وإن أغلب أهرامات مصر التي تزيد عن 120 هرما كلها خالية من هذه النقوش تماما، أي أنها قد أسست لسبب آخر غير أن تكون مدفنا للملوك. ففي عام 1954 قام العالم المصري الأثري زكريا غنيم بالتنقيب عن مقبرة الملك سخيمخيت، فعثر على مدخل مغلق بثلاثة جدران، فقام بتحطيمها إلى أن وصل إلى التابوت الحجري
الذي كان يظنه العلماء على أنه تابوت الملك كغيره من التوابيت الموجودة في باقي الأهرامات التي كانت فارغة، ظناً منهم أن المومياءات قد سرقت. فقد وجد زكريا هذا التابوت مقفلاً لم يمس، فتأكد فريق العمل أن المومياء بداخله ستكون سليمة، إلا أن التابوت كان فارغاً بالرغم من أن هذه المقبرة لم يدخلها أحد. فاستنتج زكريا أن هذه الصناديق الحجرية لم تكن توابيت، إنما لها استخدامات أخرى في الأهرامات. وبعد الكثير من الأبحاث والدراسات أكد العلماء أن هذه الأهرامات لم تكن مقابر، إنما كانت ذات قيمة أكبر بكثير من أن تكون مجرد مقبرة. فبالنظر إلى الهرم الأكبر نجد أنه قد شيد منذ أكثر من 3000 عام، وباستخدام كتل حجرية يزيد عددها عن 2 مليون حجر. وبالرغم من ضخامة هذا البناء لم يتمكن الباحثون من الدخول واستكشاف كامل مساحته، باستثناء بعض الغرف كالبهو الكبير وحجرتي الملك والملكة فقط. فقام فريق من العلماء الباحثين والمهندسين المعماريين بعملية التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء التي ترصد الاختلافات في الحرارة المنبعثة من أحجار الهرم الأكبر، فوجدوا اختلافات حرارية تؤكد وجود غرف عميقة في داخله لم يتسنى لهم الوصول إليها من قبل. ومن هذه الفرضية الأخيرة تبين لبعض العلماء أن حضارة مصر القديمة كانت حتما حضارة متطورة ومتقدمة جدا، فاتجه هؤلاء الباحثون والعلماء لاعتقاد هذه الفرضية، ومنها وضعوا معتقداتهم الحديثة التي تدل وتجزم على أن الكيان، كيان الهرم، هو عبارة عن مجمع للطاقة يشبه إلى حد كبير جهاز الميزر الذي يولد موجات مايكروويف كأجهزة المايكروويف أيضا التي توجد في المنازل. فتخيل أن هذا الصرح الضخم هو عبارة عن مولد موجات مايكرو ضخم يستمد الكهرباء من الاهتزازات الصوتية التي يصدرها صوت المياه أسفل الهرم، حيث إن المصريين القدماء قد حفروا ممرا لمرور المياه تحت الهرم والاستفادة من هذه الاهتزازات الصوتية في توليد الكهرباء. ومن بين الأدلة التي ظهرت واضحة في نقوش المصريين نقوش لرجال يحملون بأيديهم أجساما تشبه المصابيح الكهربائية اللاسلكية. وقد أيد هذه الفرضية عالم الكهرباء المشهور نيكولا تسلا. ومن علوم الحضارة المصرية قام ببناء ما يسمى ببرج تسلا الذي يقوم على توليد الكهرباء لاسلكيا دون الحاجة إلى توصيل الأسلاك الكهربائية. وفي النهاية نرى أن الفرضيات حول هذا السؤال لماذا بنيت الأهرامات هي فرضيات كثيرة، ولم يجزم حتى الآن الجواب الحقيقي عن هذا السؤال بالرغم من التقدم والتطور الكبير الذي آل إليه العالم اليوم. ولأسباب غير معروفة لم يتم وضع جواب حقيقي وجلي حول هذا اللغز، إنما بقي التعتيم قائما حول الأهرامات التي وجد الكثير منها في بقاع العالم ولم تكن حكرا على المصريين القدماء فقط.